يخلي وشك يلمع، وده كنت مستخدماه قبل كده والناس كلها فضلت تقول لي الجلو دي ازاي. فهو ده بدا سيفد بيست فور لاست. السان سكرين ده بيوتي اوف جوسن ده بيجمع كل حاجه، بيرطب كويس، ما ينفعش تعتمدوا عليه كترطيب، بيتشرب في ثانيتين، ما بيسيب شويه كاست خالص ولا واحد فيهم يعني، بس ده بجد ما فيش خالص يعني. حتى في حاجات اول ما تحطه تحس ان في وايت كاست، ده ما فيش. الحمايه بتاعته تحفه، فانا اعتقد ده اللي انا هستقر عليه وهجيبه كتير بعد كده، هو وده. بس ده بجد تشرب بسرعه قوي وبس كده.